بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن. نقدم بكم الفرض الثاني في مادة التربية المدنية اللي داره ابني هذا الصباح، خصوصا مادامها مادة تحفظ دائما التلاميذ يبقوا ملخصات ولا يبقوا نماذج يحفظوا عليها. نتمنى أن الفيديو يفيدكم. راح نقرأ كل الأسئلة ومن بعد نقدم الحل. إذا الجزء الأول، عرف ما يلي الحق الواجب. ثانيا، أكمل ما يلي. المادة 34 من النظام الداخلي، يجب على التلاميذ حيازة ماذا وماذا وماذا وماذا, وماذا الضرورية لمزاولة ماذا المدرسية بما يحقق الغرض منها. ثالثا، صنف في الجدول التالي ما يلي. عندنا هنا الحقوق وعندنا هنا الواجبات، عدم التأخر، المشاركة في بناء التعلمات، التعليم المجاني، والاستفادة من الوسائل التعلمية أو التعليمية. بالنسبة للوضعية الإدماجية، يقول أحد المفتشين التربويين، السند يقول أحد المفتشين التربويين يؤدي احترام القانون الداخلي للمؤسسة وتطبيقه إلى تحسن النتائج المدرسية. التعليم من خلال السندات ومكتسباتك القبلية، اكتب فقرة توضح فيها أهمية النظام المدرسي، النظام الداخلي للمؤسسة. اكتب فقرة توضح فيها أهمية النظام الداخلي للمؤسسة. كان هذا هو موضوع الفرض. راح نقدم لكم الإجابة، فقط تعتبر فرصة التلاميذ اللي مازال ما داروش الفرض باش يحضروا أنفسهم جيدا. إذا تعريف الحق هو كل سلوك يوفره القانون للتلميذ ليقوم به أو يتركه. إذا أعيد، الحق هو كل سلوك يوفره القانون للتلميذ ليقوم به أو يتركه. الواجب هو كل سلوك يوفره القانون للتلميذ ليقوم به إجباريا. هذه الكلمة اسمها ليقوم، مش مشكلة مليح، ليقوم به إجباريا. هنا يقوم به أو يتركه، هو حر له الخيار، لكن الواجب يقوم به إجباريا. المادة 34 من نظام الداخلي للمدرسة تقول يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها. المادة موجودة في كتاب التربية المدنية، أعيدوها، يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها. الآن بالنسبة للحقوق، التمارز الثالث، التمرين الثالث ولا السؤال الثالث، الحقوق من بين الحقوق هي التعليم المجاني والاستفادة من الوسائل التعليمية. أما بالنسبة للواجبات فيجب عليه عدم التأخر، وكذلك يجب عليه في المشاركة في بناء التعلمات. اثنين من الحقوق واثنين من الواجبات. الوضعية الإدماجية، إذا النظام الداخلي، أولا نعرف النظام الداخلي ثم نذكر أهميته. النظام الداخلي هو مجموعة من القوانين في شكل مواد تحدد حقوق وواجبات التلاميذ في المؤسسة. هذا معنى النظام الداخلي. بالنسبة لأهميته، يحدد حقوق التلاميذ ويفرض الانضباط ويوفر جو الدراسة، يحقق أهداف النجاح التعليمية، كما يحارب التسرب المدرسي للتلاميذ. هذه هي الإجابة وهذا هو الفرض. نتمنى لكم التوفيق في الفروض. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.